نحن فريق دعم نفسي منداوم 3 أيام بالأسبوع بمخيم روبار و3 أيام بالأسبوع بمخيم الشهباء، بالإضافة لمركز ثابت بعفرين بنستقبل فيه الحالات الخاصة اللي بحاجة لمتابعة. طبعا هنيك بتستقبلهم وبتتابعهم المرشدة النفسية. نحن هون شغلنا بيتضمن بنعمل جلسات دعم نفسي للسيدات والفتيات، بالإضافة لنشاطات مهنية. النشاطات المهنية بتكون مثل تطريز، خياطة. صعوبات اللي عم نعانيها هون بالشغل عنا سفر، يعني انه عنا ساعة ونص مسافة سفر، المواصلات مو دايما بتكون مريحة، كمان الطقس مو دايما بيساعدنا انه نتنقل ونسافر، بيجينا ايام ثلج بيجينا ايام مطر، كمان في صعوبة عم نعانيها من حيث المستفيدات، ما عم نلاقي، في صعوبة، في بطء شوي بالتقبل الفكرة. هذا شيء طبيعي، نتيجة هذا بيجي من التنوع الثقافي، التنوع الاجتماعي، نحن جايين من بيئة غير بيئتهم، هذا شيء طبيعي. بالهدوء وقت تكون مثلا هو عم بيقاتل وبعيط وبنبرة عالية، أنت خلي تكون نبرتك أهدى، وقت هو هدي أنت بقى زي البنت إيش من تعلمت هذا سلاح لإلها. بأي لحظة يعني الظروف بتتغير، يعني منظمات ساهمت بتوفير العمل للفتيات بشكل عام وبشكل خاص للمرأة، لأنه من خلال بعض المشاريع بتخص المرأة أكثر شيء، مثل دعم نفس، مثل سوء التغذية، وفي كثير مشاريع. بس الشغل الميداني مو سهل، يعني انا عم بشتغل بشغل ميداني، بس كون انه مره عم تشتغل بمجال ميداني مو مثل الشاب، يعني الشاب شو ما كان بيخلص حاله المجتمع ما بحكي عليه، بس المراه لا، البنت انه في كثير نظره سلبيه بالنهايه بتكون على المراه بتشتغل بمجال الميداني. ايه من قلب الاطباء بتطلع مثل الدمعه. المرأة كسرت الجمود نوعا ما، نحن عم نلاقي نتيجة، صعيب بطيئة أو مي ملموسة على المدى القريب، بس عم نلاقي نتيجة إنه هي كسرت الجمود نوعا ما، يعني صارت أكثر انفتاحا، بس بدها شغل أكثر من هيك لحتى نوصل للمستوى المرغوب فيه. بداية صارت بعفرين وبالمخيمات، صارت تنزل على الشغل، سواء كانت ورشات خياطة، سواء كانت بالأراضي الزراعية، صارت تنزل جنبا إلى جنب مع الرجل في سبيل تأمين إنه تأمن لقمة عيشة، بس كمان في تحفظ نوعا ما من ناحية العادات والتقاليد.